رحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة اللي منورنا النجم الجميل حقيقي نجم الأهلي الأسبق كابتن صديق الجمال، واللي بينورنا دايما حقيقي برضو في قناة الأهلي وعشر الصبح في الأهلي. وفي ملفات بقى هنتكلم معاه فيها، عندنا بقى يعني النجمة العشرة والاحتفال النهاردة، وعندنا يعني مسيرة لسه للمنتخب إن شاء الله ربنا يوفقه في الفترة اللي جاية، وجهاز الفني والإداري الجديد. خلينا على كل حال نتكلم في كل ده بالتفصيل، بس صباح الفل يا فندم. صباح النور. أهلا بيك. نبدأ منين؟ أنا حدي حضرتك حرية الاختيار. تحت أمرك اللي أنت عايزاه. نبدأ بالنجمة العشرة والاحتفالية النهاردة. ناس كتير كانت بتقول وإحنا هنحتفل إمتى؟ ضغط 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 الفترة اللي فاتت، بس خلاص بقى كابتن محمود الخطيب قال لك لغاية هنا نهدى شوية، لازم نحتفل، لازم الناس تفرح، لازم نحس ونفتخر باللي احنا بنحققه على الأرض. مش معقول عشان احنا عندنا ضغط بطولات وان احنا يعني بنحصد بطولة ورا بطولة، ده ما يخليناش ان احنا ننسى نحتفل. ده اللي بيحصل النهاردة، ان شاء الله يبقى يوم جميل إن شاء الله. وتنظيم رائع والناس كلها تفرح، ده اللي انا كنت بقوله، ده اللي هنفضل نقوله. شايف ده بقى ازاي؟ وكلنا احنا ان شاء الله هنشوف بعض بالليل يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكيد طبعا. التوقيت مناسب جدا لان هو اتاخر شويه بسبب الضغوطات اللي كانت على النادي الاهلي في المباريات اللي كانت مؤجلات والمشاركات ورا بعضيها، ما كانش في وقت. فالحمد لله الوقت المناسب اللي خده مجلس اداره ان الوقت الحالي لازم يكون وقت التكريم، والتكريم ده يعني كويس جدا لكل منظومه النادي الاهلي. اول حاجه للجماهير، وكنت بتمنى ان الاحتفاليه دي تكون بجماهير، بس عشان خاطر الجماهير النادي الاهلي تاخد حقها. بس انت عارف حضرتك عشان موضوع الكورونا وموضوع وضع البلد طبعا معموله بحرص. بس اكيد قناه الاهلي مشرفانا طبعا الحمد لله، هتنقل الحدث كان الجماهير موجوده بالظبط. نجمة العاشره بتعني كتير للنادي الاهلي، المنظومه كلها، من ناحيه التسويق، من ناحيه التقييم. الحمد لله دلوقتي احنا بعدنا عن المنافسين بالنسبه اللي هم حصلوا على البطولات الافريقيه، يعني اللي ورانا بعدنا عنهم، كل واحد عنده 5 بطولات، احنا الحمد لله 10 بطولات، ونطمح باذن الله يبقى ال 11 وال 12، لان دي سمه النادي الاهلي في المشاركات اللي بيخش فيها، ودي شخصيه النادي الاهلي. فطبعا اكيد الاحتفال هيبقى كويس جدا جدا، ولفته طيبه برده من مجلس الاداره طبعا، كابتن على راسه كابتن محمود الخطيب، دعا كل النجوم القدامى لعيبه النادي الاهلي يكونوا متواجدين. طبعا التكريم الاول للعيبه الفريق الاول المتواجدين حاليا، هو يعزم الناس كلها، بس طبعا زي ما احنا أكيد. عارفين عشان الوضع والكورونا والاجراءات لازم يكون أكيد. لحد ما محدود في ظروف طبعا يعني، وده خارج عن اراده اكيد اي حد، فالموضوع يمكن ليميتد شويه، محدود شويه، بس هم حريصين من حتى الناس المحدوده دي يكون في كل الرموز والناس اللي لازم نقول لها برده شكرا، واللي ليها كان دور كبير جدا مع الاهلي طبعا. اكيد بدايه من اللعيبه، اللعيبه عملوا انجاز كبير جدا، اشتركوا في 7 بطولات خدوا 6، طبعا انجاز يعني عظيم. تتكلم في مده قد ايه برضه كابتن صديق يعني؟ ما عشان كده اللعيبه دي لازم تاخد حقها ونكرمهم، لان احنا برضو مستنيين منهم حاجات كبيره، فلازم في الوقت ده يتكرموا عشان يحسوا برضو بالفرحه اللي هم اتحرموا منها الفتره اللي فاتت، لان كانت في توقيت. بعض الرموز هيبقوا في الحفله زي الباشمهندس عادل الكاي والاستاذ محرم الراغب، ودول برضو ليهم باع طويل في النادي الاهلي، سواء في مجالس الادارات او في قياده النادي كمدير نادي. باشمهندس عادلي كان ليه دور كبير في الصفقات من ساعه ما متواجد في النادي الاهلي، فالحاجات دي كلها مجلس الاداره بصراحه بيكرم الناس، ومش الاثنين دول بس، بيكرم الاثنين دول وفي ناس كتير معاهم، بس ممكن ما يكونوش موجودين، بس كان ليهم دور طبعا في النادي الاهلي. بس زي ما تفضلتي هي محدوده عشان الظروف القهريه اللي احنا بنمر بيها بالنسبه للكورونا والحاجات دي. انا شايفه تبقى احتفال كبير، والاهلي يستاهل اكتر من كده، والحمد لله احنا ما فيش الا ريال مدريد بس هو اللي سبقنا 26 بطوله قاريه، احنا 23 عندنا برضو افانتاج الفتره الجايه ان ربنا يكرمنا، واللعيبه دي تحقق انجاز كبير. شايف يبقى يوم جميل ان شاء الله على المنظومه كلها ان شاء الله باذن الله. حلو جدا. قبل ما ننتقل بقى للموسم اللي جاي والحالي وغيره، خليني اروح مع حضرتك لفكره اصعب يعني زي ما بيتقال كده المطبات او اصعب المواقف او اصعب الماتشات اللي كانت في مشوارنا للنجمه العشره اصلا من وجهه نظر حضرتك. وكان في طبعا مباراتين الترجي، مباراتين سان داونز، لان دول عندهم باع كتير في المشاركات الافريقيه. احنا كنا على اعصابنا. كنا قاعدين على اعصابنا، فرقتين تقال، بس الحمد لله كان عندنا ثقه في ربنا قبل اي شيء، ثم في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده موسيماني. المنظومه كلها كانت مركزه ان احنا نحقق
الهدف المرجو منه، اي مشاركه للنادي الاهلي بيخش فيها بيبقى عينه ان هو ياخد البطوله. فالحمد لله قدرنا نتحدى كل صعاب او كل الظروف اللي واجهتنا، من اصابات لعيبه، من حد ايقافات، والحمد لله بقيه المجموعه كله ادى بروح عاليه جدا لحد ما وصلنا للمباراه النهائيه. كله كان متوقع المباراه من مباراه واحده هي الفينال، يعني برده بتبقى صعب جدا جدا نوك اوت، يعني زي الملاكمه اللي بيخلص بيخلص. الاهلي لعب في باحترافيه في المباراه دي بثقه لعيبه وثقه جهازه الفني، وتعامل مع المباراه برؤيه فنيه عاليه جدا، وقدرنا نحقق اللقب. ودي اللي متعودينه من لعيبه النادي الاهلي من المنظومه كلها. فطبعا الحمد لله الحمد لله احنا حققنا البطوله دي عشان عدد البطولات يزيد النجمه العشرة، وزي ما تفضلت حضرتك احنا بنتمنى تبقى ال 11 وال 12 كل مدى جميل الاهلي بتبقى تحب البطولات والمنظومه كلها. فانا شايف الفتره الجايه ان شاء الله تكون كويسه للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. خلينا بقى ننتقل للمستقبل دلوقتي والحاضر، وهروح لمنتخب مصر. وكيراش النهارده وصل القاهره وهو جاي، وطبعا بقيه الجهاز الفني الجديد طبعا من فتره بقى لهم بيشتغلوا عشان يجي يشوف الصوره ويدوا له المعلومات. في شغل اوريدي بالفعل بيتم، يعني هم لسه بادئين بقى لهم حاجه بسيطه يعني مش كتير، بس عايز اقول لحضرتك ان الشغل ابتدى من ساعه التولي. ففي شغل بيتم اكيد عايزين يعرفوه عن على اللعيبه والمنتخب اكتر. فده شغل محترم، ولكن في جاي بقى مهمه صعبه. فيقال برضو حضرتك تقولي وجهة نظرك ان كيراش مفروض بيفكر ان هو يطلب تأجيل يعني المسابقات المحلية عشان هو عايز يعمل معسكر، ويعني ده الرسم بتاعه أكيد. فهل حضرتك برضو مع او ضد هذا؟ ما انا اقول لحضرتك يعني. اكيد هو مدير فني طبعا، الجهاز الفني الجديد مكون من كابتن دياز السيد، كابتن عصام الحضري، وكابتن محمد شوي، وكابتن وائل جمعة مدير كرة، المدير المنتخب يعني. جهاز فني محترم جدا وعندهم خبرات سواء في اللعب او في المشاركات مع الناس اللي اشتغلوا معاها. كابتن دي عنده خبره كبيره وكان شغال مع برادلي، دي هتدي برضو ارتياحيه للمدرب الاجنبي، ملم باللعيبه كلها المصريين بيتفرج على الماتشات، كان بيدرب برضو وكل الفرق اللي بيلعب قصادها بيبقى ملم باللعيبه كلها، وهيبقى برضو في راحه للمدرب ان معاه جهاز فني هيبقى متعاون معاه كويس جدا جدا وهيريحه. حته الاختيارات دي بتاعته هو، لان هو ليه استراتيجيه معينه ممكن يلعب بطريقه غير اللي كان بيلعب بيها الكابتن حسام البدري طبعا، وعنده رؤيه فنيه غير الكابتن حسام. كل مدير فني بيبقى ليه رؤيه فنيه وليه استراتيجيه في العمل مع اي منتخب او اي نادي. فطبعا احنا نسهل له كل المهام، نريحه عشان هو ينتج بقى ويشتغل على الارض، لان احنا عندنا المهمه صعبه جدا. صعبه في ايه؟ التعادل برضو قلقنا شويه بعد فوز ليبيا بمباراتين. الفريق الليبي، منتخب الليبي ليه كل احترام والتقدير، بس مش زينا احنا كتاريخ وعلى الارض كامكانيات، عندنا لعيبه محترفين وعندنا امكانيات عاليه جدا. فالمدرب داخل على المباراتين دول اللي هم بتوع ليبيا في الذهاب والاياب، ربنا يكرمه ان شاء الله، لو ربحنا في المباراتين هتدي ارتياحيه وهيكمل كويس. حته التاجيلات حضرتك دي بتبقى بتاعت اتحاد الكوره، سواء عايز ياجل ياخر دوري، ياخر كاس مصر، يلغي حاجه معينه، دي ما اقدرش اتدخل فيها لان دي حاجات تخص الاتحاد. انا مش بقول لحضرتك من حق ولا لا، انا بقول لحضرتك شايف طلبه ده ازاي. بقول لك وجهه نظره، علشان هو عايز يعني اكيد المعسكر في الاول وفي الاخر هو عايز يبقى فيه اندماج يلم اللعيبه اكتر. بالظبط، فبرضه ده صح لو احنا هنفكر ده الطبيعي، ده الطبيعي. فوجهه نظر حضرتك ايه؟ كويس، ده الطبيعي ان يلم لعيبته ويعمل معسكرات ويركز، لان دي الغلطه اللي وقع فيها كابتن حسام البدري. الناس كانت بتيجي تلعب على الماتشات، ما كانش عنده ما عندوش فترات كبيره، يبقى في فترات ان انا اللعيبه تبقى تحت عينيا، تدريبات عايز احفظهم جمل، عايز طريقه تكتيك معين، فكل دي بتفرق معايا. بس حته التاجيلات اكيد اتحاد الكوره هيحاول على قد ما يقدر ان هو يوفر له المناخ الجيد والتوقيت المناسب اللي هو يشتغل فيه عشان يبقى عنده رؤيه كويسه وعنده مساحه. حته التاجيلات دي بتاعت زي ما قلت لحضرتك وجهه نظر، انا ممكن اقول لك المفروض ياجل له عشان الماتشين اللي جايين مهمين جدا جدا بتوع المنتخب، لان دول هيخلونا نكمل، لان الماتشات اللي جايه بتبقى صعبه، مش عايزين نتحط يبقى في ستريس علينا وضغوطات ان انت يبقى في حد متصدر واحنا بعيد، تلعبي المباراه وانت قلقان. لما لو كسبنا المباراتين باذن الله بتوع المنتخب الليبي هيبقى ادونا ارتياحيه احنا نتصدر. ايوه، لان عندك مباراتين، مباراه في ليبيا ومباراه في القاهره.
فانا شايف ان هيبقى في تعاون جيد جدا للمدير الفني، لان ده منتخب مصر، بعدين احنا عايزين نحافظ على المنافسه، ان احنا ده كاس عالم، فلازم احنا نوفر كل حاجه. والتوفيق طبعا قبل اي شيء بتاع ربنا، نتمنى لهم التوفيق يعني. اكيد التوفيق طبعا بتاع ربنا، واعتقد او كلنا مؤمنين ان هم هيبذلوا افضل ما عندهم، ولكن لسه التهكنات بيقول لك طب كيراش هيلعب ازاي، طب حسام البدري كابتن حسام البدري كان بيلعب بشكل دفاعي، هل هو هيجي يغير ده لان ده كان غير مرغوب فيه تماما، وبتكلم دلوقتي في المجموعه بتاعتنا يعني، برده كل ده جماهير جماهير من حقها تسال. الامور الفنيه دي اول حاجه بتبقى دي اهم نقاط، الامور الفنيه رقم واحد، طبعا الاختيارات الحاجات دي كلها، بس الرؤيه الفنيه والامور الفنيه والتكتيك والحاجات دي بتاعه المدير الفني. اكيد هيبقى ليه طريقه لعب معينه، اكيد هيبقى ليه سيستم لعب معين، بس في نقطه برضو لازم تبقى واضحه للناس كلها، هو مش هيجي يعمل حاجه تكون اوفر على اللعيبه، او اللعيبه ممكن ما تطبقهاش، فيشوف الطريقه او الفتره المناسبه لقدرات لعيبه منتخب مصر. يعني ما يجيش عايز يعمل حاجه معينه وهم مش متعودين عليها، ده عايزه مساحه زي ما قلت لحضرتك في الاول، ايه ان هو يحفظهم ويشتغلوا معاه فتره كبيره عشان يقدر ينقل الرؤيه بتاعته للعيبه. فدي اكيد هيبقى ليه سيستم معين وليه طريقه لعب هتبان اول ما يستلم المنتخب ان شاء الله، هتبان شغله والبصمه بتاعته هتبان مع المنتخب اول ما يستلم ان شاء الله شغله. طيب باذن الله. خليني برضو اروح مع حضرتك ونتكلم اكتر كده، يعني اللعيبه نفسهم، اللعيبه عندي الى حد ما يعني البعض منهم في التالق اللي انا اعرفه عنه بقالي كتير، والبعض الاخر لا، هل ده راجع للاستعدادات يعني الخطا اللي كان مع الجهاز الفني في البدايه، ولا ده راجع للعيبه الظروف مختلفه بقى يعني من ضغط من غيره، لان هم معظمهم من اهلي وزمالك يعني. عشان انت تلخص كلام حضرتك، يعني في تذبذب في المستوى، يعني في ناس ما كانتش ظاهره بالصوره اللي انت متوقعها منهم او اللي انت عارفاها عنهم. لعيبه المنتخب زي ما قلت لحضرتك المعسكرات بتفرق معاهم، اللعيبه لما يكونوا متواجدين اكتر فتره مع المدير الفني مع الجهاز الفني بتدي ارتياحيه للمدرب. في لعيبه مثلا الكابتن كان محطوط تحت ضغط برضو حته الباك رايت، جاب احمد توفيق من كان بيصيف وجي لعب ناحيه اليمين. في ساعات اللعيبه اللي موجوده ما كانتش متهيئه ان هي هتلعب، في ناس كان المفروض هي تبدا ما بداتش، كانت بعيد بالظبط، حصل شويه بالزبط. دروب شويه في المستوى برضو. انت ممكن تتركي لصلاح، صلاح رقم واحد احنا بنقول يعني نقول ايه نعتمد عليه اكتر واحد في المنتخب كاسم، وفي الملعب بيدي برضو افانتاج ويدي باور للعيبه، ان الحجم الكبير ده ثالث لاعب على مستوى العالم ان يكون اضافه كبيره لان الماتش ده في اوله اول ما بداوا الراجل منزل له واحد بيضرب فيه، ضربوا ضربتين ثلاثه في الكاحل، صحيح صلاح وقف، صحيح. لازم هنا يكون في حاجات تكتيكيه في الملعب، يبعد عنه يخش جوه، في تحركات، بس هي اليوم ده ما كانش بتاع منتخب مصر. لولا العنايه الالهيه زي ما بيقولوا ربنا كرمنا بجم مصطفى محمد كانت الامور هتروح للاسوء. ايوه فبرضه عشان الحمد لله الناس بتشتغل والكابتن حسام يشتغل عمل عليه واللعيبه ربنا كرمنا بالجون ده بالتعادل. حته المستوى الفتره الجايه الناس كلها هتجتهد وهيبقى في فتره كبيره زي ما قلت لحضرتك، دي بتدي حاجه كويسه للمدرب وللعيبه، معسكر كويس اقل حاجه مثلا اسبوع 10 ايام الشغل هيبان. نامل ده كابتن صديق يحصل ان شاء الله، ونشوف فعلا نتائج مختلفه ولعب مختلف، واكيد ويقف على مستوى كل واحد اكيد، عشان مين اللي يشارك يبقى ليه حقيه يلعب، مين اللي مجهد ما يلعبش، مين اللي بعيد عن الفورمه، دي بتاعه المدير الفني. انا هستاذن حضرتك بس هنروح دلوقتي للنادي الاهلي فرع الجزيره وتحديدا التتش، وهتكون معانا هناك لقاء مع زميلتنا سالة حامد والاستاذ خالد مرسي مدير مقر اهلي الجزيره، ونعرف برضو منها الاستعدادات ومن استاذ خالد استعدادات برضو الحفل النهارده والكواليس. خلينا نعرف منك يا سالة. سالة بنرحب بيكي مره تانية.
من جديد طبعا برحب بيكي زميلتي نهاوند واكيد ضيفك الكابتن صديق الجمال نجم النادي الاهلي السابق وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا نهاوند زي ما انت قلتي هنكون دلوقتي معاكي من يعني بالاخص يعني من ملعب مختار اللاتيتش واخر الاستعدادات والتجهيزات للاحتفاليه النهارده تدشين النجمه العاشره طبعا على تيشرت النادي الاهلي. يمكن طبعا معي في هذه اللحظات يعني لقاء مهم اكيد مع الاستاذ خالد المرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. استاذ خالد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وخليني طبعا في البدايه صباح لحضرتك. صباح الخير. اهلا بيك وصباح الخير عليكي وصباح الخير على جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي واعضاء وجماهير النادي الاهلي. صباح الخير الاستاذ نهاوند. صباح الخير الكابتن صديق طبعا وبصبح عليك يا كابتن صديق. استاذ خالد طبعا الاحتفاليه النهارده تدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي احتفاليه يعني مهمه جدا طبعا حدث مهم جدا تدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي. يعني يمكن شايفين الاستعدادات يمكن بدات من امبارح من الساعه 8 لحد النهارده ولسه يعني الفريق العمل كله شغال على التجهيزات. يعني طبعا حضرتك تكلمنا عن التجهيزات بالتفاصيل اكتر وبشكل اكبر وتقول لنا يعني ايه اللي هيتم ان شاء الله من دلوقتي لحد موعد الاحتفال. طبعا في البداية أنا أحب بس أبارك للنادي الأهلي وجماهيره وأعضائه للحدث الكبير بمناسبة طبعا حصولنا على العشرة كأس أفريقيا اللي جاية متوالية بعد التاسعة على طول، وده حدث طبعا فريد من نوعه. والحقيقة ما كانش في وقت الفترة اللي فاتت بتوالي المباريات والأحداث الرياضية الهامة لينا إن احنا نقيم الحفل ده طبعا. فالحقيقة كان في تصميم وإصرار من مجلس إدارة النادي الموقر بقيادة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية الحقيقة ان لازم ينعقد احتفال كبير واحتفاليه كبرى لتكريم فرقه الكوره وبعض اعضاء النادي والشخصيات المهمه. الحقيقه تكريمها النهارده هيتم بشكل لائق ان شاء الله. فالحقيقه احنا مش من النهارده سلا، احنا شغالين يمكن اكتر من شهر. الحقيقه احنا كوننا لجنه لإدارة الملف ده بقيادة الدكتور سعد شلبي اللي أنا بشكره جدا الحقيقة على المجهود الكبير جدا اللي اتقام في الفترة اللي فاتت دي. اللجنة دي الحقيقة كانت شبه منعقدة بصفة مستمرة ومتوالية شبه يوميا، احنا بنجتمع جميع إدارات النادي المعنية الخاصة بالاحتفالية دي، كل الإدارات إذا كانت الأمن أو الخدمات أو العلاقات العامة أو حتى الإدارة المالية والمشتريات الحقيقة كل الإدارات اللي جوه النادي علشان في الآخر الحقيقة يطلع الحدث بالشكل إن شاء الله اللي هيليق بالنادي الأهلي وبالبطولة الهامة جدا 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 اللي احنا الحمد لله الحمد لله متعودين عليها. فمش بس من امبارح زي ما قلت لحضرتك احنا مجتمعين بصفة مستمرة، احنا ما روحناش من امبارح كلنا بيتين هنا يعني عشان يبقى الاستعداد على أتم استعداد وأتم شكل الحقيقة يليق بالحدث ده. لو هنتكلم بالتفصيل احنا طبعا في مسرح كبير بيتعمل في استاد التتش، وطبعا تصميم على استاد التتش لان ده هو استاد الكورة استاد الحدث المهم اللي احنا فيه النهاردة. التنسيق الأمني على أعلى مستوى خارجيا وداخليا، في تنسيق كامل مع الجهات الأمنية الحية الخارجية اللي بنشكرها جميعا بالمساعدات الحية والتسهيلات الواضحة جدا لينا الحية، مفيش أي معوقات قابلتنا الأمنية النادي طبعا كأمن إداري عندنا الحية. وأنا بشكر الحية العميد علاء صلاح الدين بالحقيقه ان هو ما بينامش برضه خالص الحقيقه، واحنا موفرين كمان اماكن باركينج للساده الرواد النهارده اللي هيجونا ومترددين على الاحتفاليه واعضاء النادي عامه بصفه عامه. دار الاوبرا الحقيقه انا بشكرها جدا تعاونت معانا، اخذنا ساحه الاوبرا لاعضاء النادي النهارده، اخذنا الباركينج بتاع المحافظه برضه اخذناه. ففي الحقيقه تسهيلات جامده جدا بالنسبه لاماكن الدخول والخروج لمكان الاحتفاليه، في تنظيم كامل من العلاقات العامه واللجان والامن الاداري للنادي، الناس هتخش منين وهتطلع منين بيسر وبسهوله ان شاء الله، مش هلاقوا اي معوقات ان شاء الله عشان الحدث يطلع بالشكل اللائق. خدميا وعلاقات عامه لجلوس الاماكن المحدده بالاسم، هي في مين اللي هيقعد فين وكل ده واضح ومرتب الحقيقه بقالنا اكتر من شهر زي ما بقول لحضرتك احنا بنجتمع بصفه مستمره. برضو في اداره مش لازم انساها العلاقات العامه بشكر فيها طبعا الاستاذه ريم الحقيقه اللي عامله مجهود الحقيقه فوق الخيال الحقيقه ما بتنامش بشكرها جدا. عندي برضو اداره السلامه والصحه المهنيه دي اداره مهمه جدا عندنا اللي هي عشان اجهزه الاطفاء واللي قدر الله ان شاء الله مش هيحصل حاجه، بس احنا مامنين المكان وامنين النادي عامه بصفه مستمره يعني، بس النهارده بيبقى التركيز شويه في مكان الحفل. فان شاء الله الحفل على الساعه 8 بالليل ان شاء الله هيبقى فيه مفاجآت كبيره وساره جدا وجميله جدا لاعضاء وجماهير النادي ان شاء الله هيفوجئوا بيها وهتبقى في منتهى السعاده ان شاء الله لكل الاعضاء.
ميرسي جدا استاذ خالد، وطبعا ببارك لحضرتك مره ثانيه. ميرسي جدا، اهلا بيكم، صباح الخير عليكم. صباح الخير كده. طبعا يا نهاوند كان لقائنا مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، وطبعا كلمنا عن اخر الاستعدادات والتجهيزات للاحتفاليه النهارده، تدشين النجمه العاشر على تيشرت النادي الاهلي. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلام ليكي طبعا يا نهاوند، تفضلي. نشكرك جدا يا ساله على هذه التغطيه، ويعني الرؤيه اللي انت اديتيها لنا انت والاستاذ خالد على النهارده ان شاء الله الاحتفاليه، شكرا ليكم جدا. رحب بحضراتكم، وخلاص ده الفصل الاخير كابتن صديق، وعندي بقى ملف الاهلي عايزه اتكلم مع حضرتك فيه. انا بس هسالك وهسيب لحضرتك بقى كل يعني الوقت علشان تجاوبنا. فعل فكره هنا المباراه الوديه بالامس، وبرده رؤيتك لهذا الامر ازاي، واللي جاي بقى واحنا عندنا ماتشات محليه، يعني خليني اعرف من حضرتك، ولو ممكن نتكلم سريعا برده عن الصفقات الاخيره. اتفضل. اكيد الاهلي كان بيلعب امبارح مع بتروجيت، طبعا بدايه الموسم الجديد بيتحضر، عنده مباراتين مهمين جدا، مباراه اللي هي السوبر مع طلع الجيش، وعنده مباراه مع انبي في كاس مصر. فهم عاملين معسكر، كان اول بدايه ماتش امبارح مع بتروجيت وقف على بعض اللعيبه، كان عايز يشوف حاجه معينه. محمد محمود لعب امبارح تالق، كان كويس جدا. حسام حسن، كريم فؤاد، عمار حمدي، اسماء لسه يعني جديده وحلوه. لا كان فيه في الاعاره وبالظبط احمد عبد القادر، احمد عبد القادر العربي بدر امبارح ظهر بمظهر كويس جدا جدا. عمار حمدي، وانا شفت محمد محمود عمل مباراه كويسه جدا، واطمنا لانه اول حاجه بعد الاصابه وقعد فتره كبيره مصاب، فهو المدرب ليه رؤيه في المباراه الوديه. صحيح. بعيد عن نتيجتها، بعيد عن اي حاجه تانية، هو في حاجات معينه عايز يقف عليها بالزبط. عشان تقييم اللاعبين بالذات اللي جايين من الاعاره والناس اللي جايه منضمه ياخدوا يعني ايه مشاركه مع الفرقه. صحيح. في ماتش تاني ان شاء الله مع المقاولين العرب، برضو مباراه وديه قبل ماتش الجيش وقبل ماتش انبي. والمعسكر انا شايف اللي هو بتاع هيبقى في اسكندريه، معسكر صغير مش كبير يعني، عشان يخش على المباراتين جاهزين. امبارح لعيبه المنتخب المدرب ريحهم تمرين خفيف، ولعيبه معينه تانية برضو ارتاحت، وركز على دول اللي هم الصفقات طبعا اللي جايه والاعارات، وشارك الشوط الثاني بعدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي الشباب. طبعا. برضو ظهروا مستوى طيب. المباراه في حد ذاتها هو استفاد منها، امبارح كان بيدير مباراه من المدرجات، كان بيصور لقطات معينه عشان هو في تقييم للمدير الفني مستر موسيماني غير اي حد. انا شايف الفتره اللي جايه هيبقى في اكتر من عنصر هيخش اضافه للنادي الاهلي، اللعيبه برضو اللي هم الاجانب اللي هم جم اسمه ماكسيوني بيرستاو، ده دول لعيبه كويسه جدا وهيبقوا اضافه لفرقه النادي الاهلي، بس ان شاء الله ما يندمجوا مع الفرقه. في واحد كان في اصابه جات له كده مفاجاه، ان شاء الله يخش يبقى فورمه بعد كده. ما اعلنش النادي الاهلي بشكل رسمي يعني، بس لا حاجه بسيطه يعني، حاجه بسيطه جدا. انا شايف ان الاستعداد احنا لسه مش يعني المعلومه. طيب على كل حال هي مش اكيد طالما النادي ما اعلنهاش، وحاجه بسيطه اصل اي حد ممكن واحد في التمرين وهو بيعمل احماء بيتصاب. حاجه بسيطه ان شاء الله ان مش مفيش اصابات يعني، ونبدا الموسم كده بارتياحيه بالنسبه للمدرب. بالنسبه للفتره اللي جايه انا شايف ان في اكتر من لاعب، يعني عبد القادر متوقع له انه يخش بقوه، عمار امبارح يعني الناس راضيه عنه جدا في اللي جوه في الجهاز الفني. صحيح. حتى في الاعلام عمل شوط رائع، يعني اشتغل في نص الملعب، عمل حاجات كمان هو في الحاجات الهجوميه مميز جدا، عمل حاجات دفاعيه امبارح تحسب له، يعني كل الناس كانت مبسوطه منه امبارح. نفس الكلام احمد اسمه عبد القادر اللي جاي من سموحه عرا، ده عنده امكانيات عاليه جدا، هيبقى اضافه. حسام حسن لاعب سموحه راس حرب برضه مميز، وهيدي قوه واضافه للمهاجمين النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله باذن الله الفتره الجايه تبقى كويسه، بدايه من المباراتين اللي جايين ان شاء الله باذن الله يا كابتن صديق. والنهارده بقى نفرح كلنا، النهارده احتفاليه جميله وكل الاهلاويه باذن الله، يعني ده عيد بالنسبه لنا، والعشره باذن الله تبقى حاجه مشرفه. نورتنا يا كابتن، شكرا لحضرتك جدا، نشوفك بالليل باذن الله. بشكر حضراتكم على متابعتنا، بكره حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي.